جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: شيخ، ما حكم هذه العبارة تكتب عادة لكم خالص تحياتي أو لك خالص شكري؟ لا أعلم في هذا مانعا، لا أعلم في هذا مانعا. وخالص يعني معناه أنه ما فيه نفاق أو فيه يعني تملق، وإنما هو تحية خالصة على الله جل وعلا. فإذا دخلتم بيوتا أسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم.